في هذه الأيام تنطق كل الألسن بالقضية الفلسطينية في مختلف الأماكن والمساحات، ويلفظ اسم غزة كثيرا، ولا يمكن لها أن تغيب هنا في قلب الأدب والشعر والرواية والتاريخ في معرض الجزائر الدولي للكتاب سيلة 2023. نحن في فلسطين نؤمن بأن الفعل الثقافي هو فعل المقاوم، لا يختلف عن أي شكل من أشكال المقاومة الأخرى. لذلك نحن نعول الآن وغدا وفي كل وقت نعول على الانتليجنسيا العربية، المثقفون من كتاب وروائيون وشعراء. كل الطرق تؤدي إلى إسماع صوت القضية ومعاناة الشعب الفلسطيني، والمواعيد الثقافية فرصة لرسم ماضي القضية وحاضرها وما تتطلع إليه في مستقبلها. هذا الفضاء، الفضاء الثقافي الذي تلتقي فيه النخب والمثقفة، مهم جدا يستثمر في التعريف بالقضية ولتصحيح المفاهيم، ثم لتعزيز جوهر القضية على أنها مسألة مقدسة، ليست مسألة سياسية بل هي مسألة دين ومسألة مبدأ ومسألة مصير. والحمد لله يعني الجزائر كبلد عرف ولا زال بوقوفه الواضح والصريح والعلني خلف هذه القضية. احنا جينا اليوم في معرض تأسيس الكتاب باش نمثلوا رواحنا اولا ونمثلوا فلسطين وندعموا مصر فلسطين. قمنا عندي انا قمت برسم فلسطين اللي هي مسجد القبة او ما يعرف بالقدس. رانا نتوجهوا هنا ثاني ايش نقول لك كيفهم يا رانا نتوجهوا، ان شاء الله ربي ينصرهم وينصرنا كامل، وتحيا فلسطين. فلسطين التي لا تغيب عن أعين الجزائريين ولا عن أذهانهم هي حاضرة كما عهدت على موائدهم الأدبية، على أمل أن تروي الكتب التي ستحضر الطبعات المقبلة من الصالون قصصا مبشرة غير الذي يحدث في غزة لأكثر من 20 يوما وما يجري في فلسطين منذ 75 عاماً.